أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل مع طلاب أكاديمية الميقات الإسلامية، طلاب الصف الخامس ألف في مادة الحاسوب. شباب خامس، وصلنا عند صفحة 72. الرجاء الالتزام قبل الجميع، افتح كتابك صفحة 72. بدنا نتكلم عن متخصص الإنترنت. الحصة الماضية عن متخصص الإنترنت وعن أشكال متخصص الإنترنت، تمام؟ الحصة الماضية حكينا عن متخصصات الإنترنت، حكينا زي جوجل كروم، الإنترنت إكسبلورر، الموزيلا فايرفوكس، الاوبرا، السفاري، صح؟ هذول الحصص ما تكلمنا عنهن، تمام؟ اليوم بدنا نتكلم عن برنامج، عن متصفح الانترنت اكسبلورر، تمام؟ بدنا نتعرف على مكونات نافذه برنامج متصفح الانترنت، نتعرف على اجزاء الشاشه الرئيسيه. ركز معي عشان نتعرف على اجزاء الشاشه الرئيسيه. نشغل البرنامج اول شيء. الكل مع شباب؟ أستاذ انا بصراحه بضغط على ستارت وبكتب انترنت اكسبلورر. هاي انترنت اكسبلورر، شايفينه؟ شايفين أستاذ؟ بضغط عليه فيتم تشغيل المتصفح عشان نتعرف على اجزاء الشاشه الرئيسيه، اجزاء الشاشه الرئيسيه لبرنامج متصفح الانترنت. اول جزء، تفضل يا قذافي. واحد شريط العنوان تايتل بار. جود. طيب تايتل بار شريط العنوان، اين هو موقع التايتل بار شريط العنوان يا غيث؟ فوق يا استاذ، فوق في اعلى الشاشه. ممتاز، يكون في اعلى الشاشه. طيب النقطه الثانيه، تفضل يا ابراهيم. نعم استاذ. الجزء الثاني من اجزاء برنامج متصفح الانترنت، شريط عنوان المواقع. شريط عنوان الموقع اللي هو الادرس بار. هيو شباب، شريط عنوان الموقع هنا حاط عليه المؤشر، هيو اللي بكتب فيه عنوان الموقع، هيو اللي بكتب فيه عنوان الموقع، شريط عنوان الموقع اسمه. النقطة الثالثة، تفضل يا خالد. شريط الأدوات، شريط القوائم، ثلاثة شريط القوائم، تمام. اتفرج على الكتاب صفحة 72 اللي باللون الأحمر المكتوب فايل إديت تولز وهيلب، هذا هو شريط القوائم. على عدة قوائم وكل قائمة لها عدة أدوات خاصة فيها. الجزء الرابع يا وسام. يلا وسام تفضل. الجزء الرابع أنا أستاذ أربعة شريط المتصفح اكسبلور بار. جود. شريط المتصفح اكسبلورر بار اللي هو، هذا هو شريط المتصفح اللي فيها اي كانت ريتش ذيس بيج او تنزيل المستعرض. هاي هي شريط المتصفح، شريط المتصفح، هاي شايفينها، تمام. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة، اتفضل. هسه مين بده يشارك معنا؟ استاذ خليني انا. خليني انا. تفضل يا خالد. شريط التحريك. شريط التحريك، شريط التحريك، وهو الشريط هنا، شايفين الشاشه هنا، يكون هنا، بنرفع لاعلى الشاشه لاسفل الشاشه، اسمه شريط التحريك. شريط التحريك، تمام. والنقطه السادسه انا بدي اقراها، اللي بتكون الشريط اللي بيكون في اسفل الشاشه، في اسفل نافذه المتصفح، وهو شريط الحاله اللي بيعرض حاله المتصفح. اتفرج على رقم 6 صفحه 72 على الشكل، في اخر الصفحه اللي هو هذا شريط الحاله، يعرض حاله المتصفح. شريط الحاله يعرض ايش؟ بيعرض حاله المتصفح. شباب تمام؟ تمام يا استاذ. في سؤال لحد هون يا ابطال؟ لا يا استاذ. لا يا استاذ. اذا في حدا عنده سؤال يسالني شباب. لا يا استاذ، لا يا استاذ. طيب ممتازين، ممتازين. هسه بدنا نفوت على موضوع تصفح الانترنت. طيب اتعرفنا على متصفح الانترنت، كيف يتم تصفح الانترنت او كيف يتم الدخول الى الى موقع معين؟ استاذ تمام، رح نتعرف كيف بنفوت على موقع معين. عادي انا احكي. تفضل. هاي بهذا الشريط اللي عندنا بنكتب اسم الموقع اللي احنا بدنا نفوت فيه هذا الشريط، وبنكبس على كلمة انتر. جود. ها
هذا آه هذا هو. طيب إذن لازم نعرف عنوان الموقع اللي بدنا نفوت عليه، يعني مثلا بدنا نفوت على جوجل، تمام؟ جوجل اسم شركة بدنا نفوت عليها، بنظلل هذا النص بنكتب www.google.com وبنعمل انتر اللي هي بحث، نشوف شو بده يفتح لنا. هاي فتح لنا نافذة الجوجل، صح؟ آه شباب صح، شايفين؟ إذا صح، بدي افوت على موقع يا عبد الله او بدي افوت على اي موقع لازم اعرف عنوان الموقع واسمه، تمام؟ عبد الله 73، تمام 73 تصفح الانترنت. لما بدي افوت على موقع لازم اعرف شو عنوان هذا الموقع، لازم اعرف عنوان هذا الموقع عشان افوت من خلاله، تمام؟ ولكل موقع تمام ايضا عنوان خاص به ويستحيل تكراره، لكل موقع عنوان خاص به ويستحيل تكراره، لكل موقع عنوان خاص به ويستحيل تكراره. في سؤال لحد هون؟ استاذ تفضل. استاذ www تعني الشبكه العنكبوتيه العالميه وهي اختصار ل World Wide Web. جود يا وسام، ممتاز، World Wide Web. هسه راح نتعرف عليها، بس شايفين الموقع كيف مكتوب؟ مفتوح، المفتوح صفحه 73. نكتب، خلينا نكتب مثلا Discovery Kids. هاي ضغطنا على الموقع Discovery Kids، تمام؟ شايفين هذا هو الموقع، تمام؟ هاي هذا هو نفس الموجود عندنا في الكتاب، هذا هو موقع Discovery Kids، تمام؟ في سؤال؟ تمام تمام يا استاذ. لا لا يا ابطال، لا ثلاثة مواقع. لا يا استاذ. طيب بدنا نتعرف كيف يتم كتابة مواقع الانترنت. هسه في وسام حكى لنا World Wide Web WWW، يعني الشبكة العنكبوتية العالمية، ممتاز، هاي إجابة صحيحة. طيب يعني احنا دائما بنكتبها في البداية، بنكتبها في البداية WWW، اذا WWW اختصار ل World Wide Web. عيدوا من وراي، World Wide Web. World Wide Web. Good. World Wide Web اللي هي الشبكة العنكبوتية العالمية. موقع الانترنت تعريفه، خلينا نتعرف على تعريف موقع الانترنت. موقع الانترنت صفحة 74، صفحة 74، صفحة 74 يا هاشم. موقع الانترنت، تمام؟ خلينا نتعرف على موقع الانترنت. تعريفه هو عبارة عن مجموعة من الصفحات الإلكترونية التي تحمل المعلومات على شكل نصوص وصور وملفات فيديو وملفات صوتية. إذن موقع الانترنت هو عبارة عن مجموعة من الصفحات الإلكترونية والتي تحمل المعلومات على شكل نصوص وصور وأرقام وملفات فيديو وملفات صوتية. إذن عرفنا شو يعني تعريف موقع الانترنت؟ آه شباب؟ إذن هو عبارة عن مجموعة من صفحات الإلكترونية والتي تحمل المعلومات على شكل نصوص أو صور أو مقاطع صوت أو مقاطع فيديو. ولكل موقع إلكتروني على الإنترنت عنوان خاص فيه. يعني مثلا لو كتبنا هنا، شايفين تفرج على الشاشة، بدل Discovery Kids نكتب مثلا يوتيوب. أوكي، هاي بدنا نمسحها. أوكي يس، نكتب يوتيوب. هاي يوتيوب، هاي عملنا بحث. أوكي، هاي عملنا بحث على اليوتيوب، تمام؟ وفتنا على، تمام، قلنا على اليوتيوب. احنا كاتبين صور هانا بالفلترة، لا بدنا الكل. اوكي، هذا هو صفحة اليوتيوب. اذا لكل موقع ايش؟ عنوان خاص فيه، لكل موقع عنوان. بس لانه صار عندي قطاع بالنت. بالضبط، مش مشكلة يا مجد حبيبي. اذا لكل موقع عنوان خاص فيه. الموقع اسمه عنوان الموقع يا استاذ. اه اسمه عنوان الموقع. بالضبط. طيب طب خلينا نتعرف على موقع شركة جوجل. احنا بصراحة كثير بنفوت من خلال جوجل، تمام؟ ويتكون عنوان اي موقع الكتروني من اجزاء. يعني تفرج مثلا لما نكتب هانا، تفرج على الشاشة هان، www www، هذولا لو ضغطنا انتر نشوف اللي هو مشبوك مع الجوجل، شايفينه فتح لنا على جوجل، تمام؟ اذا www اللي هو اختصار ل World Wide Web، World
Web. World Wide Web. Okay. World Wide Web اللي هو www. لو مسحنا الشبكة العنكبوتية العالمية. بالضبط. لو خلينا كل حرف كل أول حرف من أول كلمة. تمام. www بعدين دوت اللي هي نقطة يعني عشان نفوت في شيء ثاني اللي هو الجوجل. الجوجل مثلا اسم شركة. جوجل اسم شركة. تمام. حكينا www اللي هي World Wide Web وهي اختصار للشبكة العنكبوتية العالمية. تمام. أما الجوجل هذا اسم شركة. تمام. بعدين بدنا نكتب .com لأنه الجوجل الشركة هاي شركة تجارية. كوم اللي هي كوميرشال. كوميرشال تجاري. كوميرشال تجاري. تمام. طب في مواقع مش بتنتهي مش كوم. في مواقع بتنتهي اديو. اديو وفي جوي يا استاذ. ادوكيشن تعليمي بيكون موقع تعليمي. او جو جوردن تبعوا ام او اي. ام او اي شو يعني؟ ام او اي يا استاذ التربيه والتعليم. بالضبط بالضبط بالضبط. تمام. اذا اتعرفنا كيف تكتب www.google.com انه ال www هي اختصار لورد وايد ويب. جوجل اللي هي اسم الشركه والكوم اللي هي الكوميرشال اللي هو مصنف الشركه. في شركات تجاري, في شركات تعليمي, في شركات حكومي, في شركات تابعه لمنظمات زي الاورجنايزيشن بتكون .org. يعني www. مثلا ميقات مثلا الدات الحكوميه gov. بالضبط. ميقات دوت ايش؟ دوت ام او اي. الميقات مدرستنا الميقات دوت ايش؟ شايفين شو كتبت انا؟ اي دي يو. بالضبط. اديو education تعليمي. تمام. لو مثلا بدنا نكتب اي موقع مثلا تابع للمملكه الاردنيه الهاشميه شو بدنا نكتب اخر شيء؟ بدنا نكتب جو 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 يا استاذ جو. تمام. لو مثلا موقع تابع لمنظمه شو بدنا نكتب؟ اورج. اورجانيزيشن منظمه زي منظمه اورجانيزيشن موقع المملكة الأردنية الهاشمية وأخريته جو. بالضبط. لأنه تابع المملكة الأردنية الهاشمية اللي هو موقع أردني جوردان. تمام. تمام. stay home جو. في سؤال لحد هون؟ لا يا أستاذ. لا يا أستاذ فهمين كل شيء. سؤال. طيب شباب مطلوب منكم بحث عن مواقع الإنترنت. مطلوب منكم بحث عن مواقع الانترنت. او اذا مش بحث بدك تفوت تعرف شو يعني مواقع الانترنت. شو مواقع الانترنت؟ كيف تكتب؟ شو مثلا في اختصارات غير الاديو والقف والاورج والكوم والنت؟ تمام. هذول اختصارات لايش؟ تمام. هذول مطلوبات منكم تكتبوا لي على ورقة. مطلوبات منكم تكتبوا لي على ورقة والحصة القادمة بتبعتوا لي اياها. اوكي شباب. اوكي يا استاذ. مطلوب منكم بحث اللي هو تبحثوا لي اسماء او الاجزاء اللي تكتب في اخر في اخر اسم الموقع. ليش اسمها مثلا اورج؟ ليش اسمها مثلا اديو؟ ليش جو؟ ليش مثلا جوفا جوف؟ ليش اديو الادوكيشن؟ تمام. تكتب لي على ورقه بما لا يزيد عن 3 اسطر وتبعث لي تصور لي. ماشي استاذ. اوكي شباب. اوكي. في سؤال لحد هون؟ استاذ يعني طول نفسهم ولا في غيرهم؟ هم نفسهم. اذا بتلاقي غيرهم شوف ابحث عن الموضوع. بديك تبحث تتعلم انك تبحث مع نفسك. اوكي شباب. ماشي اوكي يا استاذ.
طيب الحصة القادمة إن شاء الله بنكمل، وهيك يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. أي حد عنده سؤال؟ لا يا أستاذ، ما لا يا أستاذ. طيب يعطيكم العافية.